السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة في الحلقة التانية من سلسلة الفاونديشن بتاعي ازاي تعمل سمارت هوم بنفسك، ونتكلم فيها على أساسيات السمارت هوم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها على أول سمارت هوم اتعمل، واتكلمنا قد إيه كان حجمه كبير جدا. كان بيعمل بيسك فانكشنز، وكانت عبارة عن سيمبل فنتليشن، شوية ألارم، حاجات زي كده. وقد إيه طلعت ساعتها الجرايد والنيوز بيبرز تقول إن ذا فيوتشر از أوريدي هير، وعمل ضجة كبيرة. وكانت الضجة محورها ازاي اقدر اتحكم في البيت بتاعي او المكتب بتاعي عن طريق سنترال ديفايس زي البي سي، او زي ساعتها كان مين فريم يعتبر، وكان اسمه ساعتها ايكو 4، وكان تقريبا سنه لو نفتكر سنه 1969. كان هنا بعد كده على ايه هي الكومبوننت او تعريف السمارت هوم. قلنا السمارت هوم لازم يكون فيه ثلاث حاجات. اول حاجه كنترول، اقدر اتحكم في الاجهزه اللي عندي، سواء كانت نور، سواء كانت تكييف، سواء كانت اجهزه مثلا حاجه في الريجيشن بتاع الجنينه والكلام ده كله، او باب جراج او باب ستاره. واتكلمنا الجزء الثاني في الكنترول هو عباره عن السنسنج او المونيتورنج، ان اقدر اعرف درجه الحراره قد ايه، درجه في موشن في المكان ده ولا لا، هل في تسرب ميه في الحته دي ولا لا. واتكلمنا ان اهم حاجه بين الاثنين دول انتجريشن بين الاثنين دول مع بعض، فيبقى عندي المونيتورنج شغال مع الكنترول، وباخد فيدباك من المونيتورنج من السنسور مثلا، يطلع للكنترول فالموشن يقول لي مثلا انا عندي موشن دلوقتي فشغل النور، او انا الموشن مفيش مكان، مفيش حد في الاوضه في الغرفه دلوقتي فاطفي النور. وبالتدريج عرفنا الكلام ده. قلنا الثلاثه دول اهم حاجه، الكنترول والسنسنج او المونيتورنج والانتجريشن. وقلنا كمان ان الانتجريشن هو اللي بيميز اي سيستم عن السيستم الثاني. كل ما تبقى القاعده بتاعه الاجهزه وعدد الاجهزه اللي بيعملوا انتجريشن مع بعض في سيستم واحد، تمام، ده اهم حاجه عندي. قلنا ساعتها كمان ان الكنترول ممكن يتعمل عن طريق الموبايل اب، لو انا بره البيت ممكن يكون موبايل اب او اب على التابلت، ممكن يكون عن طريق ريموت كنترول صغير موجود عندي في البيت اتحكم فيه في البيت. وحتى ضربنا المثال قلنا مثلا جهاز زي ده مثلا بيكون معاك موجود معاك في المنزل او في الفندق او في المكتب، وتدوس على زرار يعمل اكشن، زرار تاني يعمل اكشن تاني خالص. ممكن الاكشن ده يكون مثلا اطفي كل الانوار بتاعه المنزل عشان انا هسيب البيت دلوقتي وماشي، او زرار تاني بقى انا بقول له لا شغل لي التكييف، زرار تالت بيعمل حاجه تالته، بابا الموج زي ما انا عايز. وقلنا ده اسهل لي من ان انا اقعد كل شويه عشان اتحكم في المنزل جوه البيت، افتح الابلكيشن بتاعه الموبايل واخش عليها، ده اسهل طبعا ومور كونفينينت بالنسبه لي. نبقى نتكلم الكلام ده ايه الكومبوننتس بتاعته، ايه الاجهزه اللي بتعمل الكلام ده. بكل بساطه زي ما قلنا المره اللي فاتت، قلنا كنترول، تبقى عندي اجهزه معينه بتعمل كنترول. الاجهزه دي بنسميها عندنا في علم السمارت هوم اكتويتورز او اكتورز، اوكي، ودي بتركب على الاجهزه اللي عندي في البيت او في المكتب او في الفندق او في المسجد، الاجهزه اللي اتحكم فيها، بحيث انها تديني اكشن معين، توصل لها كهرباء او تفصل عنها الكهرباء. يعني مثلا عايز اتحكم مثلا في الاضاءه، مثلا جهاز زي ده ريلي بيركب على الوش العادي خالص بتاع الكهرباء اللي عندي، بحيث انه يفصل الكهرباء عن اللمبه او الشندلير او اللود، ماشي، يوصل لها كهرباء تاني، وده كونكتد بسيستم عندي. شكل الجهاز ايه ما يفرقش عندي دلوقتي، انا عايز اقول لك بس ان في جهاز بيعمل الكلام ده بالكنترول. ممكن يكون جهاز زي ده بنسميه انول، بيركب ورا البوكس اللي عندي، او جهاز بيربليس البوكس، حاجه زي كده، تمام، حاجه زي كده. الشكل او السايز او كم زرار مش فارق عندي دلوقتي خالص، اوكي، لكن عارف ان عندي اجهزه بالمناظر المختلفه دي اللي هتركب تتحكم في الاضاءه، تتحكم في الستاره، تركب على موتور الستاره، اوكي، حاجه زي كده، تركب مثلا على التكييف تبعت له اشاره تقول التكييف اشتغل ما اشتغلش. فدي اجهزه الكنترول ان جنرال، واشكال مختلفه كتير قوي تعتمد على شكل الايه؟ شكل الديفايس بتاعي ده. مثلا الديفايس برضه بيتحكم في الحاجه ده مثلا كان اكس، اوكي، حجمه كبير شويه، وبرضه بيوصل بيه اللوتس بتاعت الجهاز اللي عندي، وهو لما بيوصل له اشاره معينه بيعمل اون او اوف للنود اللي واصل عندي. فدي اسمها اكتويتورز بغض النظر عن الشكل زي ما قلنا، اوكي، المهم بس ان الاجهزه دي اسمها اكتويتورز، وتوصل على السيستم اللي عندي بتاع الاضاءه، ممكن تكون بتاع التكييف، مجراش بتاعي، ممكن تكون الستاره بتاعتي، بحيث ادوس عليها تتحكم معايا. وفيها ميزه الاجهزه دي طبعا ان ممكن كمان مانوال اتحكم في الجهاز، يعني ممكن ادوس على الستاره من الزرار بتاعي، يعني مش محتاج ان انا اعمل كده مثلا، لو شايفين هتلاقوا الستاره وهي بتفتح وبتقفل، ممكن اقفل منها، مش محتاج ان انا حتى اخش على الموتور بتاعي. فالمانوال كونفجريشن لسه شغاله جوه البيت، السيستم سمارت بس لسه شغال معايا، تمام. فده اول جزء عندي اللي هو الكنترول. الجزء الثاني بعد كده عندي في السمارت قلنا اللي هو المونيتورنج، ان انا اخد قرايات من سيستم معين، فبيكون عندي حاجه اسمها سنسور، ده مثلا موشن سنسور بيقرا لي اذا كان في موشن في المكان ده ولا لا، وكمان بيقدر كمان ان هو يقدر يقرا لي كمان
درجه الحراره دلوقتي، بيقول لي درجه الحراره دلوقتي 24 25 26، فبيبعت السيستم يقول له درجه الحراره دلوقتي. ثاني ايرور الاضاءه بتاعتي حسب نوع السنسور اللي عندي، والسنسورز كتير. ده مثلا سنسور بتاع ووتر ليكج، اوكي، لو في تسرب ميه في مكان معين هيقول لي ده في تسرب ميه دلوقتي، وبعت لي اشاره يقول لي في ووتر ليكج في المكان ده. والسنسورز كتير، اشكال كتيره مختلفه. ده السنسور بتاع السموك، فلو حصل حريقه لا قدر الله هيبعت بسرعه يقول لي في سموك هنا، اوكي. وزي ما قلنا المره اللي فاتت، قلنا دلوقتي يبقى انا دلوقتي عندي اكتورز بتاخد بتتحكم للكنترول بغض النظر عن الشكل، وعندي سنسورز بتديتكت سيجنال معينه، بتديتكت حاجه بغض النظر. مش عايز دلوقتي تركز في شكل السنسور ايه، واصل بالسنسور الثاني او بجهاز الثاني ازاي، دي قصه ثانيه، تمام. وقلنا اهم حاجه في الموضوع الانتجريشن. طب انا عايز الانتجريشن ليه؟ الانتجريشن مهم جدا بالنسبه لي عشان اقدر اخد اكشنز مع بعض. يعني انا عايز مثلا لما يحسب اوتوماتيك ان السنسور ارى ان في موشن هنا، اقدر برمجه اقول له لو في موشن دلوقتي فابعت اشاره الجهاز ده مثلا نور النور، او لو مفيش موشن اقفل النور، او لو فيش موشن دلوقتي في المكان الفلاني ده ابعت اشاره للجهاز يتحكم في التكييف، اقفل الكهرباء، اقفل التكييف، ابعت اشاره انه يقفل، اوكي. نفس الموضوع لو انا عندي مفيش موشن، ده على فكره جهاز تاني يتحكم في التكييف، ده بيريبليس الترموستات برضه. سيبك من دلوقتي من المنظر، الجهاز ايه لونه، ايه شكله، ايه حجمه، ايه حتى كونكتد ازاي، حتى كونكتد ازاي، مش فارق عندي دلوقتي، اوكي. الفرق عندي ان اعرفك ان دايما في انتجريشن، في تكامل بين السنسورز وبين الكنترولز. زي مثلا لو مثلا الفلاس سنسور قرا لوحده قال لي انا قايد في ووتر ليكج في المكان الفلاني، في غرفه مثلا في الحمام او في المطبخ، اوكي. من غير انتجريشن هو يبعت يقول لي مثلا على السيستم يقول لي في دلوقتي ووتر ليكج، اوكي. انا مش عايز بس يبقى بيبعت لي وخلاص، ما انا جايز اكون بره المكان في مسافر، فانا عايز يبقى في مور انتجريشن عندي. فيعمل ايه مثلا؟ عايز اقول له لما يجي لك ان في ووتر ليكج ابعت مثلا اشاره للفالف، ده على فكره فالف برضه، ده بيركب على الماسوره، اوكي، تمام. ابعت اشاره للفالف، افصل عن اقفل الفالف اوتوماتيك او افتحه. اقول له في الحاله دي طبعا اقفل الفالف عشان يقفل لي المين ووتر اللي جاي لي البيت، فيفصل لي الكهرباء، فيفصل لي الميه عن البيت، اوكي. ممكن نفس الفالف ده على فكره اقول له السيستم بتاعي الساعه مثلا 6 كل يوم افتح الفالف اللي انا مركبه على الجنينه عشان يوصل الميه للجنينه انها تبتدي تروي الزرع بتاعي، تمام. نفس القصه ببقيه الانتجريشن، عايز اقول للسموك سنسور مثلا لو لقيت ان ديتكت ان في سموك فاعمل كذا حاجه. عايزك تبعت اشاره للجهاز اللي واصل على الستاره، ممكن يكون حاجه زي كده، اوكي. تفتح كل الشبابيك عشان تطلع الدخان بره، تفتح الفنتريشن، ممكن اقول له كمان ابعت لي حاجه تفصل لي الكهرباء مثلا عن المكان كله، تبعت مثلا الاكتويتور ده يفصل لي الكهرباء عن المكان كله، تمام. وبعت اشاره على الموبايل تقول ان في حريقه او في سموك ديتكتد دلوقتي، ممكن اقول له كمان شغل سايرن، اوكي، مره صوتها عالي قوي، ممكن اقول له اعمل كذا اكشن، افصل الكهرباء، شغل لي ايمرجنسي لايتس، ابعت اشاره على الحاجات دي كلها. في بعض الاماكن وبعض البلاد بنبعت اشاره كمان للمطافي، اوكي، او للسيفل ديفنس، نقول له دلوقتي في المكان اللوكيشن الفلاني ده، اوكي، في سموك ديتكتد، او في تمبريتشر ارتفعت بسرعه، فيقبل بالظن في عندي هنا ريسك اوف سموك او ريسك اوف فاير ديتكت، فيبعت لي على طول على الاشاره دي. فدي الكنترولز، تمام. فده دلوقتي قدرنا إيه نقول، فده عمليا الاجهزه اللي عندي ايه بكل بساطه، اكتويترز او اكتورز بتتحكم في السيستم، تمام. سنسورز بتساعد في انتجريشن السيستم، بتبعت لي اشاره معينه، اوكي. وعندك بقى سنسورز لكل حاجه تقريبا، يعني عايز ووتر ليكج موجود، عايز جاز ليكج موجود، عايز سي او جاز سنسور موجود، السي او ده اللي هو اكسيد الكربون، وده على فكره لغايه ما بيطلع لما نكون مثلا مشغلين سخان الكهرباء، اوكي. السي او ده على فكره هو اكسيد الكربون، ده بيطلع عاده لما نكون مثلا عندنا سخان غاز في الحمام مثلا، الهيتر بتاعنا بالغاز، ويبتدي يطلع بيحرق على فكره، ويطلع سي او او اكسيد الكربون، وده على فكره غاز سام، ملوش ريحه، ملوش لون، بيسموه حتى ساعات السايلنت كيلر، لانه لما بيزيد بيبتدي يحصل هبوط للانسان، ممكن الانسان لا قدر الله يحصل له وفاه. فعندك سنسورز تقريبا بتديتكت تقريبا كل حاجه، اوكي. لو باب مفتوح او مقفول هتقول لك السنسور، هيقدر يقول لك الباب دلوقتي مفتوح او الباب مقفول عن طريق سنسور راكب على الباب او على الشباك، ممكن تركبه على الدرج. فعندك كم سنسورز كتيره جدا، تمام. يبقى السؤال دلوقتي لما بقول السنسورز دي هتتوصل مع بعض ازاي، او مع السيستم دي ازاي، يعني لما اقول السنسور ده هيبعت اشاره للباور مثلا يقول له افصل الكهرباء، هيبعت يقول له ايه؟ يبعت باي لغه؟ هو كونكتد ازاي؟ يعني هل السنسورز او الاكتويترز بكابلات
ولا من غير كابلات؟ هل كونكتد مع بعض عن طريق كابلات ولا من غير كابلات؟ مش ده سؤال. السؤال التالي، هل انا محتاج هنا ماستر يونت؟ هل انا محتاج هنا سنترال يونت تاخد اكشنز اقدر ابرمجها؟ فاقدر اقول له مثلا لو حصل كذا الساعه كذا اعمل كذا. يعني لو حصل مثلا الساعه 6 بالليل او 7 بالليل في المكتب في موشن، فجايز يكون حرامي فاعمل كذا. او لو حصل الكلام ده الساعه 10 الصبح، فلا ده في حد بيتحرك في المكتب، نور له النور او نور له التكييف. اوكي، فهل في عندي سنترال يونت تعمل الكلام ده ولا لا؟ والكلام ده كونكتد مع بعضه ازاي؟ كل الاجهزه الكتيره دي كونكتد مع بعض ازاي؟ على فكره عادي جدا في المنزل يكون في حاجه بتاعت من 30 ل 40 جهاز سنسورز، بين سنسورز واكتويترز واكتورز موجوده معايا. تمام كده؟ طيب الاجابه على السؤال الثاني، هل محتاج سنترال يونت؟ معظم السيستمز فيها سنترال يونت بيخليك تقدر تحط كل اللوجيك ده وتبرمجه. بعض السيستمز مش محتاج سنترال يونت، بتبقى معتمده على حاجه اسمها دايركت اسوشيشن او انتجريشن بين السنسور وبين الجهاز على طول، فمش محتاج سنترال يونت. اوكي، وفي برضو عندنا حاجه مهمه جدا ما ننساهاش، عندنا الفويس كنترول، ان الاجهزه بتاعت الكلام بتبقى كونكتد على اليكسا او سيري او جوجل عشان اقدر اتحكم في السيستم عن طريق الفويس كنترول كمان. ده السؤال اللي فضلنا هنا ما جاوبناش عنه لسه، الاجهزه دي كونكتد ازاي؟ هي كونكتد عن طريق كيبلنج ولا معتمد على الواي فاي ولا مش معتمد على الواي فاي؟ اللي يخلي الاجهزه تكلم بعضها، وزي ما قلنا المره اللي فاتت قلنا ان الاجهزه كل ما تكتر عندي في السيستم الواحد، ده معناه ان السيستم ده قوي، معناه ان السيستم ده هيغطي لي احتياجات كثيره جدا. فالسؤال بتاعي برضو، اقدر ايفالويت السيستم ازاي؟ تمام، ده هيقودنا لحاجه ان شاء الله رب العالمين، الاجهزه بتكلم بعض ازاي باي لغه، حاجه اسمها كوميونيكيشن بروتوكول، هنتكلم ان شاء الله عليها في الحلقه الجايه. هنتكلم في الحلقه الجايه ان شاء الله ايه الفرق بين الاجهزه انها تكون كونكتد عن طريق كابلات وايرد زي مثلا سيستم الكينكس، او عن طريق وايرلس كونكشن زي الواي فاي او زي الزد بي او زي الزي ويف او زي ابل هوم كيت. وايه الفرق بين السيستمز دي؟ اوكي، وايه اللي يفرق بين سيستم وسيستم؟ وايه اللي يخلي سيستمز معينه اغلى شويه وسيستمز ارخص شويه؟ وتركيبها ايه اللي سهل فيه وايه الصعب فيه بيفيدني في ايه؟ ده ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم عليه ان شاء الله رب العالمين. انا اسمي وسام، وان شاء الله لو لسه مش عامل فولو للمحطات بتاعتنا سواء اليوتيوب او التليجرام او السوشيال ميديا اعمل لنا فولو. ولو عندك اي سؤال ابعته لنا ان شاء الله رب العالمين، هنحاول ان شاء الله نجاوب عليك بقدر الامكان بسرعه، وان شاء الله الحلقات تكون بتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.